التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا نائلة حسن التي حضرت لأداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة. وبين الدكتور آل الشيخ أن جميع المستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف على تنفيذه الوزارة هم محل عناية خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد اللذين يتابعان ما يقدم من أعمال وخدمات للمشمولين بالاستضافة.